قصر أوليبيا طبعا في فترة الإمبراطور جوستنيان بني هذا القصر، وكان يسمى تيودورا نسبة إلى زوجة الإمبراطور جوستنيان، ثم تغير الاسم باسم ابنته وهي أوليبيا، أصبح هذا القصر يسمى قصر أوليبيا. وجدت به، كانت الكنيسة في البداية كنيسة غربية، والكنائس طبعا كانت عبارة عن تحريف أو تغيير أو تحوير للبازيليكا، البازيليكا اللي كانت دار العدالة دار القضاء في الفترة الوثنية الفترة الرومانية. لما تغيرت الفترة من الفترة الوثنية الفترة المسيحية بعد احتناق الإمبراطور قسطنطين للديانة المسيحية في أوروبا أو في الإمبراطورية الشرقية التي انقسمت حقيقة في سنة 395 على يد ثيودوسيوس، أصبحت هناك إمبراطورية رومانية في الغرب وإمبراطورية رومانية في الشرق. إمبراطورية رومانية في الغرب تدين بالمذهب الكاثوليكي المسيحي الكاثوليكي، والإمبراطورية الرومانية في الشرق تدين بالمذهب الأرثوذكسي. هذا هو السبب في تسمية الكنيستين كنيسة غربية وكنيسة شرقية، ليس المكان ولكن نتيجة انقسام المذهبين المسيحيين. هذا الكلام طبعا حدث في عهد الإمبراطور جوستنيان اللي عاش في القرن السادس الميلادي، ولي حوالي 521 إلى 566، من أهم أباطرة روما الشرقيين التي شهدت في عهده المدن الخمسة، وخاصة باركي المرج وبتليمايس وقصر أوليبيا. هذه الفسيفساء الموجودة في الأرضيات كانت في فترة هذا الإمبراطور جوستنيان.